الحشرات بتشاركنا حياتنا، عن طريقها بتتنقل أمراض كتيرة خطيرة جداً، بالتالي لازم نكافحها. طب نعمل إيه؟ في ناس بتكافح نفسها وتعرض حياتها وأولادها لخطر التلوث بالمبيدات، ودي أخطر من أضرار الحشرات نفسها. طب إيه الصح؟ نستعين بالمتخصصين عشان نحمي حياتنا. طيب إزاي أعرف إني اخترت شركة صح؟ السمعة أكيد، ومناقشة المسؤول ليك هتفهم منه ده. قدرت تعرف شركة من شركات المكافحة الآمنة، شركة إليت للخدمات البيئية والمكافحة الآمنة، لأننا بالفعل بنقدم برامج مكافحة آمنة تعتمد على مهاجمة الحشرات في الطور الأضعف، وعندنا برامج متعددة للمكافحة تعتمد على استخدام أكثر الأساليب أمناً كالحقن بالجل والطعوم المخثرة لدم القوارض، لأننا نمتلك نظاماً كاملاً للمكافحة المتكاملة، وكمان شهادات الأيزو 14001 و18001 الخاصة بالبيئة والسلامة والصحة، وأقوى نظام متابعة للتفتيش والجودة. إليت أول شركة للمكافحة الآمنة تطبق معايير الأمان البيئي ودرء المخاطر. لا تلوث بيتك بالمبيدات من أجل أضرار الحشرات. اختار صح، اختار إليت. للتواصل ورجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا الأعزاء. كل الستات اللي قاعدين قدامي، كل الرجالة، كل بيوتنا، مين فينا عانى من الذباب اللي مالي البيت؟ مين فينا عانت من الصراصير اللي ما بتخلصش؟ مين فينا عانى من الفئران ولا حشرة الفراش اللي بيسموها البق؟ أكيد كل الحشرات وكل الحاجات دي أكيد عانينا منها كتير جدا، لدرجة إن إحنا كنا بنجيب شركات ترشلنا، والرش ده من كتر ما بنرشه بيأثر على صدرنا، ده غير الفلوس اللي إحنا عمالين ندفعها ومفيش فايدة. النهاردة جايبين لكم حل سحري ومميز جدا جدا جدا، هنعرفه دلوقتي من ضيفنا اللي مشرفنا في الاستوديو معانا ومعاكم، مهندس محسن الواثق، رئيس مجلس إدارة شركة إليت للخدمات البيئية، ورئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لمكافحة ناقلات الأمراض. بنرحب بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا باش مهندس. أهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك مهتم بموضوع مختلف عن اللي موجود في السوق دلوقتي. اللي موجود في السوق دلوقتي رش، ولكن هناك موضوع حضرتك أثرته في مصر كلها وعامل ضجة في مصر كلها، وهو موضوع المكافحة الآمنة. عايزين حضرتك تفهم الجمهور يعني إيه مكافحة آمنة. بسم الله الرحمن الرحيم. المكافحة الآمنة هي فكرة بسيطة جدا، أعتقد أن هي مواجبة للحضارة اللي احنا عايشينها حاليا، اللي هو فكرة منع حدوث التلوث. أما يبقى الفلسفة عند الجمهور المتلقين للخدمة هو المكافحة بالمبيدات، يبقى احنا قدام كارثة كبيرة جدا جدا جدا. المبيدات طبعا الناس المتخصصين فيها عارفين جدا ان ليها اخطار واثار جانبية عالية جدا، يعني ممكن في الاخر تؤدي الى كارثة حقيقية للانسان. فاحنا النهاردة عندنا في مصر للاسف الشديد ثقافة سهلة جدا او الناس كلها بتتبعها، وفكرة ان انا عندي شوية نمل، عندي صراصير، بروح انا بنفسي اشتري الكيماويات من عند بتاع الكيماويات وابدا ارش انا بنفسي، في الاخر انا ممكن اقضي على الحشره او ما اقضيش حسب طريقتي في التعامل معاها، لكن مؤكد ان انا لوثت بيتي كله بالمبيدات اصبح المبيدات بتنتقل اليا عن طريق الملامسه والاستنشاق والبلع، وفي الاخر انا ببقى بعاني من كارثه كبيره جدا في صحتي وانا اللي جبتها لنفسي او انا كنت السبب الرئيسي فيها. فكره الاستعانه بالمتخصصين فكره مهمه جدا، لان المتخصص هو الشخص الوحيد في العالم او في الدنيا اللي عارف الاخطار الناتجه عن المبيدات، وكمان عارف سلوك الحشرات هتمشي ازاي، هتتحرك ازاي، هتتغذى ازاي، وبالتالي هو بيقدر يسيطر عليها باقل قدر ممكن من المبيدات. احنا بدانا من 5 سنين فكره المكافحه الامنه، وعايزين يعني نغيرها، نغير ثقافه الناس ان المبيدات خطر يا جماعه، خدوا بالكم، لازم انا استعين بمتخصص هو اللي فاهم ومدرك طبيعه العمل بتاعها. لو انا عندي في البيت شويه نمل، شويه صراصير زي كل بيوتنا بتعاني، احنا طبعا عايشين في بيئه كبيره جدا فيها ملوثات كتيره، انا اقدر اتعامل مع المشكله ببساطه جدا. ما يبقاش الحل بتاعي الاساسي ان انا ادور على المبيد. انا عندي شويه نمل، هبدا تتبع اثار النمل وطريقه سريانه على الحيطان او الارضيات، هوصل للجحر بتاعه بشويه اسمنت ابيض او بسيليكون او حتى بشويه اسمنت، هسد الثقب اللي خارج منه بين البلاط، خلاص المشكله اتحلت. ولا لوثت بيتي ولا عملت مشكله كبيره جدا عندي في البيت. دي ده حل جميل، حل بسيط جدا مش جداً مكلف وامن. ايوه فعلا، انا مش هلجا ابدا للمتخصص الا في حاله مشكله كبيره جدا بعاني منها. عشان كده بنحذر وبنقول يا جماعه خدوا بالكم ان المبيدات خطر، لازم ما نلجاش ليها الا كحل نهائي بعد استنفاذ كل الطرق والاساليب الغير كيميائيه. انا عندي ناموس بيخش بيتي، اعمل ايه؟ سلك على الشباك، هيكلفني حاجه؟ لا، افضل من ان انا اجيب مبيد واقعد كل شويه ارش ارش
ارش يستنشقه وانا استنشقه وابلعه والمسه، في الاخر انا بتعرض لكميه مبيدات داخل جسمي بتؤدي في الاخر ان هي تعمل لي مشكله كبيره جدا في فلاتر الجسم زي الكبد زي الكلى زي الرئه، واعاني من مشكله كبيره اصرف عليها ملايين الجنيهات وبالاخر ما اقدرش احلها. فكره بسيطه جدا مش صعبه ولا حاجه فعلا. هو ان انا اغير ثقافتي، الثقافه احنا بنقول الثقافه ثم الثقافه ثم الثقافه، لازم النهارده انا يعني اتعامل مع المشكله بتاعتي على قدر احتياجي ليها او قدر مشكله مسبب، مش في اي وقت الجا للمبيدات. بالظبط بالظبط، دي الفكره بتاعت المكافحه الامنه. طبعا حضرتك اسست شركه إليت وهي رائده في المكافحه الامنه، وانا شايفه في انتشار رائع في مصر والناس ابتدى وعيها يبقى مختلف، وده بفضل الله ثم بفضل فكره حضرتك. عايزين حضرتك تعرف للجمهور شركه إليت ايه اللي بتقدمه للمكافحه او كبرنامج للمكافحه الامنه. احنا من يوم انشاء إليت سنه 2012 كان هدفنا الرئيسي الحفاظ على البيئه ومنع التلوث في كل اعمالنا من ساعه بدانا الشركه، واحنا حاطين نصب عيوننا ازاي ما نلوثش البيئه، ازاي نقضي على الحشرات باقل قدر ممكن من احتمالات المخاطر، مش المخاطر احتمالات المخاطر. ودي مساله مهمه جدا. يبقى انا النهارده بلجا لكل الاساليب الامنه اللي تخليني اقضي على مشكلتي بدون ما اعمل تلوث في البيئة. مثلا زي الجل بتاع الصراصير. ممتاز. جل الصراصير منتج كاميرا التفاصيل هتجيبه، بنستخدمه حضرتك بس ترفعه. طبعا. بنستخدمه ايوه لمكافحة الصراصير بدون أي إخلاء ولا مغادرة ولا ريحة ولا أي مشكلة خالص. ده مجرد جل. مجرد جل. نقاط بتتحط في أماكن محددة بيعيش فيها الصرصار، بيقضي عليه ويموت بسرعة جدا جدا، وفي نفس الوقت بتديني أمان عالي جدا وبتديني فعالية من سنة إلى ثلاث سنين. ممتاز. قاعد في بيتي بدون أي مشاكل. ثلاث سنين يا فندم. ثلاث سنين. ده مفعول هايل. بدون مشاكل. ثلاث سنين ملوز. بيتي نظيف. بيتي نظيف من الصراصير، بدون ملوث بيتي، بدون ما اخلي، بدون شوية، بدون ما افضي، بدون ما اشيل، بدون ما احط، حاجه امنه جدا جدا جدا. ليه ما استخدمهاش ليه ما استخدمهاش؟ ممتاز. هي افضل حاجه. تمام. يبقى ده انا لما يكون عندي مشكله صراصير على طول بدور على الجل. الجل حل ممتاز جدا جدا للمشكله. يعني انا كست بيت هشتريه واحط الجل كده بمنتهى السهوله. لو انت عايزه تعمليه هو على الكرتونه بتاعتها اماكن وضع الجل، ازاي اشتغل بيه وازاي احطه. ممتاز. ماشي. لكن انا برضو افضل نجيب متخصص عشان هو برضو اللي يقدر يتعامل مع المشكله بطريقه حرفيه. سهل جدا. ده هيكلفني كام يعني؟ مبلغ رصيد يعني، مبلغ يعني زهيد جدا، مقابل ان انا بقى هرش، هضطر افضي المطبخ بتاعي واشيل المواعين اللي فيه، وبعدين ارجع ارشه، وبعدين ارجع اغسله، وبعدين ارجع المواعين بتاعتي تاني، وارجع اعمل له متابعه بعد 21 يوم تاني. قصه كبيره جدا جدا مكلفاني اضعاف اضعاف الجل. لكن الفكره عندنا مش الفلوس، الفكره هي الامان. انا هنا في وضع امن تماما، فعاليه ممتده، وبدون ما اكلف نفسي اي مصاريف زياده. ممتاز. في عندنا ايه تاني يا دكتور؟ في عندنا الكبسولات بتاعه النمل اللي هي برضو مش متوفره شويه في مصر. دي كبسوله، دي مش متوفره غير في شركه إليت. يعني هي كبسوله ببساطه جدا. هي حضرتك ارفعها شمال عشان ما تداريش على وشك. تمام. بدبل فيس. قد ايه بسيطه يا دكتور؟ دبل فيس بتتحط على السوكل بتاع البلاط تحت الارضيه كل 5 متر محطه من دي. حل لي مشكله النمل بسهوله جدا بدون اي انواع من انواع التلوث. والله ما فيش ابسط من كده. حاجه بسيطه جدا جدا. يعني الجل ما فيش اسهل منه، الكبسوله ما فيش اسهل منها. طبعا كل اللي بيتفرج علينا دلوقتي بيتساءل، طب انا دلوقتي لو عايزه اتواصل مع شركه إليت ازاي اجيب المنتجات الجميله دي، او ازاي اجيب المتخصصين عشان ينظفوا لي بيتي وبامان؟ وحط تحت كلمه بامان كذا خط، بامان عليا وعلى اولادي وعلى اسرتي. على طول اتصلوا، الارقام موجوده على الشاشه وارقام الشركه موجوده بالتفصيل على الشاشه. حضراتكم اتصلوا على شركه إليت للمكافحه الامنه. بجد يا دكتور المنتجات دي وفي الحقيقه ان احنا ان انا يعني النهارده جاي عشان مش عشان اقول إليت ان هي بتعمل دوت، لا، انا عايز كل شركات المكافحه تعمل كده. اكيد عايز يبقى ده السيستم بتاع الشركات كلها في مصر. احنا بندور دايما على امان وسلامه وصحه العميل بتاعي. انا أكيد. مش جاي اشتغل وامشي، لا، انا جاي احل له مشكلته زي الجراح كده بدون ما اسيب اي اثار جانبيه في المكان اللي اشتغلت فيه. ممتاز يا دكتور. بنسمع كتير في الاعلانات اللي بتتروج ان هنيجي نعمل لكم رش وبدون رائحه وبدون مغادره المنزل. ايه راي حضرتك في الاعلانات؟ طبعا ده كلام مش علمي خالص. يا جماعه، هو المبيد برائحه او بدون رائحه هو مبيد. في الاخر انا نازع منه جزيء عشان ما يبقالوش ريحه، يعني زي الايه؟ الطلقه، الرصاص هتموتني. اذا كانت في مسدس كاتم صوت مش هسمع لها صوت. فعادي هسمع لها صوت. هي دي الفكره، هي في الاخر هتموتني. فكره ان انا اقعد والراجل بتاع الرش بيرش في بيتي وانا قاعد، دي كارثه، كارثه يعني مهوله جدا. لان هينتج عن الرش ده ايه؟ اول حاجه الاستنشاق،
المبيد هتتغير في الجو فيبقى بالزبط. موجود في الاكسجين اللي بتنفسه وهيخش داخل جسمي وهتلامس معاه كمان بالمره وفي الاخر ممكن كمان يوصل لفمي عن طريق ايدي يوصل لفمي. يبقى احنا قدام كارثه كبيره جدا. المبيد بدون رائحه اخطر مليون مره من ابو ريحه. ليه؟ لان ابو ريحه انا هاخد حذري وهشمه صح. وبالتالي هطلع بره المكان وامشي صح. لكن بدون ريحه لا انا هعتبر ان هو امن. للاسف يا فندم الاعلانات بترسخ عند العملاء ثقافه غريبه جدا ان المبيدات حاجه كده يعني كيوت وحاجه جميله وده في الحقيقه خطر كبير جدا. اما يبقى الراجل شايف راجل بيرش في التلفزيون على على المطبخ على علب البهارات وهو قاعد بيتفرج عليه بدون اي خلاص بقى كده الموضوع سهل جدا. انا اعمل نفس الكلام بالزبط. انا محتاج للشركه طالما الموضوع بالزبط. سهل كده انا ارش والبهارات موجوده والحاجه موجوده هعمل زيه بالظبط. فهو بيرسخ لثقافه كبيره جدا بتبقى كارثه بعد كده للاسف الشديد. احنا هنطلع فاصل مشاهدينا الاعزاء وهنرجع لكم تاني. انتظرونا في معلومات مهمه جدا جدا عن المكافحه الامنه وايضا التعقيم ضد فيروس كورونا كوفيد 19. شاركنا حياتنا عن طريقها بتتنقل أمراض كتيرة خطيرة جداً بالتالي لازم نكافحها. طب نعمل إيه؟ في ناس بتكافح نفسها وتعرض حياتها وأولادها لخطر التلوث بالمبيدات ودي أخطر من أضرار الحشرات نفسها. طب إيه الصح؟ نستعين بالمتخصصين عشان نحمي حياتنا. طيب إزاي أعرف إني اخترت الشركة صح؟ السمعة أكيد ومناقشة المسؤول ليك هتفهم منه ده. قدرت تعرف شركة من شركات المكافحة الآمنة؟ شركة إليت للخدمات البيئية والمكافحة الآمنة، لأننا بالفعل بنقدم برامج مكافحة آمنة تعتمد على مهاجمة الحشرات في الطور الأضعف، وعندنا برامج متعددة للمكافحة تعتمد على استخدام أكثر الأساليب أمناً كالحقن بالجل والطعوم المخثرة لدم القوارض، لأننا نمتلك نظاماً كاملاً للمكافحة المتكاملة، وكمان شهادات الأيزو 14001 و18001 الخاصة بالبيئة والسلامة والصحة، وأقوى نظام متابعة للتفتيش والجودة. إليت أول شركة للمكافحة الآمنة تطبق معايير الأمان البيئي ودرء المخاطر. لا تلوث بيتك بالمبيدات من أجل أضرار الحشرات. اختار صح، اختار إليت. للتواصل ورجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا الأعزاء. ودايماً إحنا بنتكلم مع حضراتكم في مواضيع مهمة جداً تهم حضراتكم. إحنا دلوقتي معانا مداخلة من الأستاذة زينب المدير التنفيذي. أستاذة زينب مساء الخير. مساء الخير أستاذة زينب. تمام، واضح إن الشبكة مش كويسة. هنتواصل تاني مع الأستاذة زينب. مشاهدينا كلنا بنعاني دلوقتي من كوفيد 19، بيقولوا لنا اوعوا تخرجوا من بيوتكم، عمالين بيقولوا لنا استخدموا كلور، استخدموا كحول، حطوا الكمامه، كل الحاجات دي. طيب انت لو حطيت الكمامه يا ترى الكلور ولا الكحول هيقعد تاثيره قد ايه؟ يوم؟ يكمل اليوم لاخره؟ اكيد الحاجات دي كلها بتقلقنا على نفسنا وعلى اولادنا. شركه إليت عندها حل رائع. استاذه زينب. أيوة. استاذه زينب المدير التنفيذي بنرحب بحضرتك. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. مساء النور. حضرتك يا استاذه زينب تعاملتي مع شركه إليت؟ الحقيقه عايزين حضرتك بقى نعرف حاجة. راي حضرتك في شركه إليت في التعامل معاهم. الحقيقه انا تعاملت معاهم في اكتر من حاجه. البيست كنترول دي جزئيه وكانوا من احسن الشركات الحقيقه اللي اشتغلت معاها. بلاس كمان في التعقيم في موضوع كورونا برضو من أحسن الناس اللي اشتغلت معاهم الحقيقة. في كل حاجة ملتزمين، بيدوا سيرفيس كويسة جدا، سيرفيس بطريقة بروفيشنال. يعني حضرتك بتوصي الجمهور ان هم يتعاملوا مع هذه الشركة لخدماتها المميزة فعلا مش مجرد كلام؟ مش موجودة حاليا في السوق. هم شركة إليت الحقيقة. هم شركة ايه؟ شركة إليت من احسن الشركات اللي موجودة فعلا في السوق. بنشكر فعلا حضرتك استاذة زينب، وانا عرفت كمان ان حضرتك بتتعاملي معاهم من زمان، فاكيد راي حضرتك من فترة طويلة. ما شاء الله، بقى لحضرتك يعني بقى لك فترة طويلة قد ايه؟ سنين؟ يعني انا اشتغلت معاهم في اكتر من مكان، و يعني بلس بقى ان احنا بنشتغل في اماكن مع بعضينا، بس يعني انا مش بشتغل معاهم بس احنا الاثنين ممكن نكون بنشتغل في نفس المكان
وكل الناس بتشكر فيهم الحقيقة، ما شاء يعني الله. غير تعاملي أنا معاهم، لا العملاء كلهم بيشكروا فيهم. أكيد أستاذة زينب، لما بتكون الشركة عندها مصداقية مع العميل وبتخاف على صحة العميل، أكيد العملاء أكيد بيبقوا أكيد مبسوطين زي حضرتك ما مبسوطة من التعامل أكيد مع شركة إيديد. بنشكر أكيد. حضرتك، العفو، بنشكر حضرتك جدا، وكل سنة وحضرتك العفو، طيبة يا فندم. وحياة طيبة. مع ألف مع سلامة. السلامة. زي ما قلت لحضراتكم مشاهدينا الأعزاء، إن كوفيد 19 مجنن العالم كله، مفيش حد قادر إن هو يعمل إيه معاه. استخدمنا معقمات، استخدمنا الماسكات، ولكن برضو المرض بينتشر. النهارده شركة إيليت مقدمة لنا حل سحري وجذري، معقم بيبقى على الأسطح لمدة 90 يوم. إيه الموضوع ده؟ هنعرفه دلوقتي من الباشمهندس. 90 يوم يا باشمهندس. والله انت فاجئتيني، انا كنت عايز اخلي لحد داخل البرنامج. طبعا احنا إيليت من ساعه ما بدات موجه كوفيد واحنا بندور دايما على الامان بتاع العميل، زي ما احنا كنا بنعمله في البيست كنترول كذلك في التعقيم. التعقيم اما جه بدات الناس تشتغل فيه، بس انا احب اوضح ان التعقيم ده جزء من عمليه كبيره جدا، ما ينفعش ابدا الناس تعتبره هو الجزء الاساسي في موضوع مكافحه كوفيد. احنا عندنا وسائل انتقال الفيروس، والفيروس من الفيروسات التاجيه، فيروس تقيل بيقع على الاسطح. عندنا معدل النقل او معدل الاصابه بتاعته بالنسبه للاسطح 30% فقط، يعني 70% من الرذاذ بتاع المريض بينتهي الى الشخص السليم. يا الله. عشان كده الماسك ده حاجه يعني ارجنت، مهم جدا الناس ما تاخدش بالها تقول ده موضوع سهل وموضوع. 70% من اسباب انتقال الفيروس هو الرذاذ المنتقل من المريض الى شخص مصاب. يبقى الكمامه دي بالنسبه لينا حياه او موت. طبعا طبعا حياه او موت. طبعا الاجراءات الاساسيه، ابعد بقى عن الاماكن المزدحمه، ابعد عن المخالطه، اي واحد يبقى عنده مشكله، عنده حراره مرتفعه، عنده برد، ما ميزش. انا بقى انا كراجل مش فاهم عندي ايه، اعزل نفسي على طول على الفور وابدا اتجنب ان انا اقابل الناس لحد ما ربنا يشفيني. يبقى التعقيم هو بيعالج بس من 30 ل 40% من اسباب او مسببات نقل الفيروس. طيب الفيروس بيقع على الاسطح بيعيش قد ايه؟ حسب كلام العلم من 6 ل 9 ايام. يبقى تعقيم الاسطح اللي احنا بنتكلم عنه النهارده هو تعقيم لازاله مسببات نقل الامراض من الاسطح اللي بيتعامل معاها الانسان. طيب النهارده لما اجي انا اشتغل على الاسطح دي، المعقم اللي انا هختاره لازم يبقى ليه مواصفات محدده ومواصفات معروفه عشان يعمل الغرض اللي هو جاي عشانه. طيب انا النهارده لما اجي اتكلم على المعقمات المعتمده في العالم، هلاقي عندي سلسله كبيره من المعقمات على راسها هيدروجين البروكسيد الامن والاكثر استخداما في العالم، ثم كوتانري رباع الامونيوم المعقم الثاني جميل جدا، بالاضافه طبعا الى الكحول بكافه اشكاله والباراسيتيك اسيد والاستيك اسيد حمض الخليج. دول كلهم على بعض كده بيتركبوا مع بعض ويطلعوا لنا معقم كامل. لو انا اشتغلت بالكلور لوحده مش كافي وغير كافي، وده كلام الدكاتره وكلام العلم مش كلامي انا شخصيا يعني. غير ان الكلور دي اثار جانبيه على الاغشيه المخاطيه للانف والرئه وعلى الجلد. احنا بنشوف طبعا دلوقتي مشاهدينا الاعزاء، حضراتكم شايفين بدون مقاطعه كلام حضرتك، شايفين قد ايه في الفيديوهات اللي نازله دلوقتي، بنشوف قد ايه شركه إيليت حريصه على التعقيم الامن. حضراتكم دلوقتي بتعقموا بهذا المنتج؟ طبعا طبعا، احنا ما بنعقمش بكلور نهائي. احنا عندنا معقمات معتمده وموجوده وبقالها سنين معروفه جدا في العالم، ومطابقه مع نشره هيئه السلامه الامريكيه ومع منظمه الصحه العالميه في مكافحه الفيروسات والبكتيريا. يبقى انا بجيب الحاجه المعتمده في العالم كله واشتغل بيها. المعقم اللي احنا جايبينه جديد ده هيكون ان شاء الله في خلال فتره وجيزه موجود في مصر، وده معقم ان شاء الله امريكي وبيستمر على الاسطح 90 يوم، وده بالنسبه لينا هيبقى انجاز كبير جدا 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 ان انا اجيب معقم يقعد على حتى على الاقل شهرين. معناته ان انا هخفف جدا موضوع ان انا اعقم كل اسبوع او كل 3 ايام او كل 4 ايام، يبقى انا عندي معقم هيشتغل معايا 60 يوم ولا 90 يوم، ده بالنسبه لينا احنا يبقى انجاز كبير جدا جدا. ده رائع يا دكتور، وده اكسكلوسيف طبعا لشركه إيليت. مش هتلاقوه عند اي حد، هتلاقوه فقط. انت حرقتيني مفاجاه، احنا كنا مستنيين ننزلها. فان شاء الله ان شاء الله ده هيبقى حاجه جديده خالص. احنا بنبشر الناس. انا اسفه لو حرقت لحضرتك المفاجاه. وبرده وباكد برده تاني، بقول باكد على المعلومه اللي قلتها، التعقيم وتعقيم للاسطح بيعالج من 30 ل 40% من اسباب نقل فيروس كورونا، مش 100%. يبقى الكمامه اللي انا بحطها على وشي دي مساله حياه او موت بالنسبه ليا. ابتعد عن الاماكن اللي فيها تجمعات، اي يظهر علي اي اعراض للانفلونزا او برد اعزل نفسي مع ان انا اخد حرصي، وبعدين اتعامل مع الكوفيد ده على اساس موجود في كل حاجه. اي سطح انا بتعامل معاه هو موجود عليه كوفيد. انا بركب المترو مثلا
حطي ايدي على السير بتاع المترو او وارد يكون في كوفيد. اكيد اكيد ماشي. طبعا يبقى انا طبعا. كل شويه اغسل ايدي بالميه والصابون كويس جدا جدا جدا، ولو متاح ليا كحول افرك ايدي بالكحول كل نص ساعه مع الماسك، يبقى انا كده قدرت امن ال 70% اللي ممكن ينتقلوا من المرض. رائع يا دكتور رائع. هو في تقريبا مداخله معانا، في مداخله معانا استاذ عيد استاذ عيد اوراني مدير شركه طابه للصناعات الكيميائيه. تمام لحد ما المداخله تجهز. طيب يا دكتور. طيب. انا عرفت ان يعني المعقم ده بيقعد 90 يوم على الاسطح. ده المعقم جديد. الجديد. آه الجديد. الرائع اللي هو اكسكلوسيف عند هيجهز امتى يا دكتور؟ عشان كل المشاهدين اكيد عايزينه. قريب ان شاء الله يا فندم. باذن الله ده موجود في شركه إليت فقط. ان شاء الله يا فندم ان شاء الله. انا عارفه ان حضراتكم من كتر ما او من سمعتكم الطيبه ان الجهات الحكوميه كمان بتلجا ليكم في اي تعقيمات ايضا. احنا بصفتنا يعني من احد الشركات الموجوده في مصر. هي المداخله جايه. اتفضلي يا فندم. معانا ومعاكم استاذ عيد اوراني مدير شركه طابه للصناعات الكيميائيه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا حضرتك يا استاذ عيد. طبعا عارف ان احنا بنتكلم دلوقتي مع شركه إليت وبنتكلم عن التعقيمات. ايه موضوع التعقيم الامن في شركه إليت؟ التعقيم الامن، اولا التعقيم لازم نعرف هو معناه ايه. التعقيم ان احنا نطهر المكان من غير اي ما نسيبش فيه اي اصل الميكروبات الفيروسات. التعقيم الامن بقى اللي هو ازاي ان انا اطهر المكان من الحاجات دي كلها من غير ما اثر على البيئه اللي موجود فيها الحاجه دي ولا اثر على الانسان المستخدم للحاجه دي. ف قدرت تجمع بين الحاجتين دول، بين الثلاث حاجات دول، انها تقضي على اسباب المرض، انها ما تاذيش البيئه، انها ما تاذيش المستخدم او المستخدم للمواد دي. ودي كان هدف إليت من الاول. يعني هي لما جت اتكلمت مع طابه ازاي تقدر توفر الثلاث عوامل دول، ان تحافظ على بيئه وتحافظ على مستخدم وتحافظ على وتعقم والماده تجيب نتيجه كمان. دي موازنه دي صعبه جدا. مختصر. جدا جدا رائع. يعني بس هم حطوا هدف قدامهم، يعني هم حطوا هدف قدامهم وحاولوا ان يعني يحققوه ويتعاونوا مع كل اللي بيتماشى مع تحقيق الهدف ده. يعني اي حد كان بيخالف تحقيق الهدف ده كان هم بصراحه بيرفضوا التعامل معاه. يعني رائع. اكيد لما بنكون شركه محترمه بتحافظ على صحة العميل كلنا بنحترمها. بنشكر طبعًا حضرتك طبعًا. جدا أستاذ عيد على المداخلة الجميلة. تحت أمرك يا فندم. اتفضل. ميرسي لذوق حضرتك. ميرسي جدا. قد إيه أنا فخورة بحضرتك. الله يخليك. بجد لأن لما يكون شركة بتحافظ على صحة المواطن مش بنلاقي كل الشركات كده. الشركات بتهدف للربح، لكن حضرتك عندك رقم واحد المحافظة على صحة المواطن أكيد. والمحافظة على البيئة. أكيد يا فندم. كنا قبل المداخلة كنا بنسأل حضرتك ان انتوا عندكوا ثقة وليس من الجمهور فقط، ولكن حضرتك عملتوا اماكن حكومية اوكلتها ليكم الحكومة علشان تعقموها، وده شيء رائع. احنا زي ما احنا قلنا يعني احنا الموضوع في كوفيد الدولة طبعا كانت لازم تستعين بشركات المكافحة اكيد اللي هي اكتر خبرة بالمجال واكتر ناس عندهم المعدات المتوفرة. فطبعا كان طبيعي جدا ان احنا ناخد شغل برضو زينا زي اي حد موجود في السوق بياخد شغل اماكن حكوميه. يعني كنا في الاول وفي الاخر وعلى طول الخط احنا حاطين تارجت قدام عينينا سلامه وامان البيئه اللي احنا شغالين فيها ثم سلامه المتلقي للخدمه بتاعتنا. فكنا دايما في كل المراحل بنختار افضل الوسائل وامن الوسائل عشان نحقق الغرض اللي احنا بنشتغل عشانه. إليت في كل اعمالها من ساعه ما بدات حاطه الامان ودرء المخاطر رقم نمبر 1 في اهدافها الاستراتيجيه. احنا بنشتغل على درء المخاطر وده مساله مهمه جدا. الحاجه اللي احنا بنشتغلها او بنعملها بندرسها تماما ونفصصها ونطلع منها المخاطر الموجوده فيها ونعمل الحلول المناسبه ليها عشان نتلافى هذه المخاطر. زي ما قلنا موضوع المبيدات احنا حريصين جدا من اول يوم اشتغلنا فيه على اختيار افضل وامن الوسائل في المكافحه. ومن اجل ده احنا عملنا حاجتين مهمين جدا. اول حاجه منتدى مهندسي المكافحه وده دوره تثقيفي ان هو ده بيثقف الجمهور وبيثقف الناس اللي شغاله في المكافحه ازاي يا جماعه نقدم خدمه امنه للعملاء بتوعنا. الحمد لله النهارده ان شاء الله المنصه دي بقى فيها حوالي 11,000 مشترك فيها بيخشوا ستات البيوت يسالوا عن مشاكلهم وعندنا مشكله نحلها ازاي. وتملي المجموعه كبيره جدا من الدكاتره والاساتذه والمهندسين قاعدين يردوا على الناس
ازاي نوصل للامان في كل حاجه. زي ما قلنا دي موجوده على الفيسبوك. موجوده يا فندم. موجوده منتدى مهندسي مكافحة الحشرات. ده غير صفحة إيه؟ غير صفحة إيه يا فندم. منتدى مهندسي مكافحة الحشرات. ده المنصة العلمية اللي فيها الدكاترة والأساتذة اللي بيردوا على الأعضاء كل يوم على مدار الـ 24 ساعة. إحنا عايزين نغير ثقافة الناس. ناخد بالنا إن أنا في بيتي برضو من الحاجات المهمة جدا المتعلقة جدا بالحشرات واللي أنا تبني بقولها وأكد عليها البيت. ست البيت، ست البيت عليها دور كبير جدا جدا في المكافحة بتاعة الحشرات. زي ما قلت وبأكد تاني ان احنا عندنا ثلاثة عوامل مؤثرين جدا على الحشرات. اول حاجة التهوية، درجة الحرارة والنظافة. لو انا حافظت في بيتي على تهوية جيدة وحرارة مناسبة ونظافة معقولة ان شاء الله مش هيبقى عندي حشرات. بمعنى ايه بقى؟ ست البيت شاطرة، الراجل طول النهار شغال بيجدح بره مش واخد باله. خدي بالك الحشرة تخش لك منين؟ اكيد في منفذ بتخش منه الحشره داخل بيوتنا، زي اوضه الصرف الصحي، زي الشبابيك، زي الحاجات اللي داخله وخارجه. ده انا بدخل بيتي حاجات، انا بروح السوق بشتري حاجات في كيس نايلون وكيس بلاستيك، بجيب كراتين بيض فيها كل الحاجات دي يا جماعه هي اللي بتنقل الحشرات داخل بيوت. انا اسفه على المقاطعه، ولكن صور منتجات شركه إليد دلوقتي موجوده على الشاشه. اللايت تراب اللي احنا شايفينه دلوقتي. ده ايوه ده لايت اسمها لايت تراب ودي أيوة. مهمه جدا. لا نثبت الصوره اللي قبل كده بعد اذنكم. كنترول نثبت الصوره اللي قبل كده. اللايت تراب. ايوه اللايت تراب ده الحل الامن للحشرات الطايره. ممتاز. انا بدل ما ارش واجيب بيرسول واجيب ريد واقعد ارش طول النهار في مبيدات في بيتي وانا في الاخر ما حلتش مشكلتي. ده مصيده شغاله باللايت سيستم. ممتاز. وعليها لاصق خلف اللايت سيستم. اي دبانه هتخش عند البيت هتروح على المصيده وتتلزق جواها، امن لا هيوقعها على الارض ولا هتاذيني ولا حاجه. وده أيوة. بنستخدمه في المطاعم وفي الكافتريات ومصانع الاغذيه لانه حل امن جدا جدا ومش مكلف. والبديل بتاعه مبيدات. أيوة. ان انا ارش مبيدات والوث بيتي. لا رائع يا دكتور بجد رائع. ده اللايت تراب. ده اللايت تراب. الصوره اللي بعد كده ده فريقكم. ده فريق التعقيم بتاعنا في احد الاماكن وهو بيستعد للتعقيم. مشرفه بجد. الصوره اللي بعد كده ده الجيل اللي احنا قلنا عليه بتاع الصراصير وبتاع النمل دلوقتي. حاجه سيف تماما. جيل سحري. لا ممتاز جدا وامن امن جدا جدا. ممتاز. ده عندنا المكعبات بتاعه التكييفات. احنا عشان احنا بنعمل برنامج مكافحه متكامل فقلنا الهواء اللي هيتلوث داخل المباني المقفوله والمكيفه هينتقل عن طريق الهواء اللي راجع في التكييفات. فشركه طابا جارد عملت الطابا جارد دوت. ده مكعبات بتتحط في التكييفات سواء تكييف مركزي او تكييف نثبت الصوره دي بعد اذنك او تكييف أيوة. منفصل. وده بيعقم الهواء اللي داخل المباني من الفيروسات البكتيريا. ممتاز. وممتد المفعول يعني بيقعد معانا سنتين تقريبا. ممتاز يا فندم. ممتاز. ده الجيل اللي برضه. ده اللي احنا شفناه. ده الجيل اللي احنا شفناه من شويه. ممتاز ممتاز. في صور تانية؟ الصور خلصت. الهواء الاقراص بتاعت التكييف سنتين يا فندم. ايه الجمال ده؟ 24 شهر. ايه الجمال ده؟ حط في غرفه الريترجن في التكييف المركزي او في السبليت. ده بينقي الهواء اللي داخل البيت عندي. يبقى انا كده عقمت الاسطح اللي على الارض وعقمت الهواء اللي جاي من بره. ممتاز. ولبست الناس المسكات. يبقى انا كده مفيش مسببات هنا. تعقيم كامل. رائع. هو ده التعقيم الثلاثي. رائع. ده التعقيم. وبعدين برضو زي ما احنا بنقول في الاجواء اللي بنسميها الاجواء غير العاديه لازم يبقى اجراءات استثنائيه. هو في مداخله للدكتور محمد الديب. بيحاول يعني هو كنت وصلت لها. تمام اوكي. بيحاول دكتور محمد يجيب بعد اذن حضرتك. حاول تاني يا دكتور. احنا في ظروف استثنائيه. ايوه لازم يبقى زي ما الدوله كده عملت اجراءات احترازيه. أيوة. وقالت ان الموظفين في الهيئات وفي الشركات يتقسموا على ايام الاسبوع بحيث نقلل عدد الناس اللي داخله عندي المبنى. وده اجراء احترازي مهم جدا النهارده. اما انا ادخل 50 موظف غير اما دخل 10 موظفين غير اما دخل 5 موظف عشان الحمل الميكروب اللي عندي والاحتمالات تقل عندي جدا جدا جدا. كذلك في بيوتنا الايام دي نلم نفسنا شويه زي ما بنقول يعني. صح. مفيش زيارات مفيش مناسبات تجمع الناس كلها لحد بس ما ربنا سبحانه وتعالى يعدي الازمه اللي احنا فيها ويبقى نروح ونشوف بعض ونبوس بعض. مفيش طبعا بوس ولا احضان والكلام اللي احنا بنعمله بقى بالحب. برضو من هنا بناشد برضو اخواني قرايبي في كل حته في الارياف في العزاء وفي الواجبات. أيوة. انا بشوف العزاء بروح انا من ريف يعني بروح العزاء الاقي الناس عماله تعز بعض وياخدوا بعض بالاحضان والبوس ولا كمامات ولا اي حاجه. طبعا ده في اللي احنا فيه ده خطر جدا 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 المفروض ما يتمش خالص يعني. صحيح. علشان نقلل فرص الاصابه بالكورونا. وربنا يحفظنا جميعا. يا رب. طبعا يا رب.
بجد ربنا يحفظنا جميعا. وبجد شركه حضرتك انا فخوره اني بقدم حضرتك النهارده. الله يخليك يا فندم، ربنا يكرمك. قد ايه حضرتك شخصيه عظيمه، وقد ايه شركه إليت بتقدم منتجات امنه لاسرتك لاولادك. مكافحه امنه، يعني هتكافح الحشرات وهتبقى في امان، مش هتضر اولادك. قد ايه بنضر من المبيدات، إليت حلت كل المشكله دي. انا النهارده بقدم الحلقه بقلبي، لان انا شفت حالات كتيره اتسممت، شفت ناس كتيره جات لها حساسيه في الصدر نتيجه المبيدات. النهارده شركه إليت بتقدم لنا حل امن ورائع. كلنا اللي عايز يتواصل مع شركه إليت، الارقام موجوده على شاشه، وايضا اللينكات الخاصه بالفيسبوك والانستجرام. في نهاية حلقتنا بنشكر ضيفنا اللي كان منورنا النهاردة، المهندس محسن الواثق، رئيس مجلس إدارة شركة إليت للخدمات البيئية ورئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لمكافحة ناقلات الأمراض. بنشكر حضرتك يا دكتور. ميرسي جدا، شكرا لكل السادة الأفاضل اللي شاهدونا النهاردة. بجد كنت حضرتك ضيف غالي وعزيز علينا، وافدتنا وافدت الجمهور، وخصوصا في جائحه كورونا. الله يكرمك يا فندم، الله يخليك، ميرسي جدا، شكرا جزيلا. مشاهدينا الاعزاء، الوقت مع حضراتكم بيجري بسرعه، اشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي وحلقه جديده من برنامجكم هي وادم، واشوفكم على خير.